ديارات تشوب ايرويس اي حوشي ديو دم بيسي و دابو شي مقالة دا تشيد اي سعودي عربية سيدو مقالة دا مقدشة فافاي تاور كاسين اوغا صدري ورياها يغا عبد عسيس ريالي جديد ديوردها عالمي اه ادن عد انترناشنال ايربورتي وحا مانتا كدولي حجي جاريسي بقول كونتون يلاب وها كوي قدن بيي او اي دابشو ديارادة جوبا ايرويز وحانا تضبات كاني حاجك آذيي دادا دوفر بضنو حجيه كواسي واجباتك حاجك قدنيي إنكستو أيكو سفريين ديارادة جوبا ايرويز واهمد كميدا ديارادها اقول راحضا بضن دنك دولماتك الصوماليا قار كمدا دادكي حجيدها إيمان تبحي إرعي فلايد جدا جوبا ايرويز أيان وحكوي دي درينكو دكو آدن راعي دانك ديارة داسي الحمد لله إلهي بما أهل سبحانه وتعالى نوفو دي إنا ماركيس أسوق دنو ركنك شنا دي دين تين إسلامك أي كل سنايد إلهي بما أهل علينا سبحانه وتعالى فضلقاس إيمان سونسي و جوبا ايرويز جوبا دونو جوبا واتويان waa jubeer wees insha Allah taala jubay iyo shaqaalahaadi malaxdeeda iyo kull Allah xafido maanta aad aan u faraxsanahay waxaan u soconaa haduu Allah qadiro xajka sanadkan maamulka Juba Airways iyo howlwadeenada dhamaantood iyo intiiba gacan ka geysatay sanadkan howlaha xajka dhamaantooda waxaan leenahay إلهي خيرها إذن كسيو دذالك أسمى سين وحا الرحيم عبد الرشيد علي حاجي أصعد قد الشدة واجباتك حاجك وحان كبحينا مدارك آذن عدن انترناشنال إيربوت حان قدو لنا ديورد جوبا إيرلاين حان رجينا إن شاء الله تعالى نسف ودود أولا أكسين أنسو قد أنه أعماش حاجك نغصو بيغن إيرويز جوبا إيرويز إن شاء الله تعالى أدي أدي يا مارتي أو ما هاد علينا حجاجته وحجينا سنة إن شاء الله تعالى ما شاء الله الله كأقبله دتك أنك تجينا إن شاء الله تعالى بإذن الكريم وحنا رجينا خير بدن وضن كيني ضل كيني ضد كيني dhammaan badadkii xajka u socday maanta ee garoonka aan kula kulmay waxay aad ugu qanacsanaayeen inay ku duulaan flight jidda diyaaradda Juba Airways sidoo kale waxa garoonka ka duulay intii aan ku sugnayn diyaarad kale oo Juba Airways ay leedahay taasii oo ku wajahneed magaalada Nairobi waxaana ay qaaday dad gaaray 106 oo qarkood ay ku jireen masuuliyiin xilal ka haya dawladda Soomaaliya diyaaradda Juba Airways ayaa waxay ka mid tahay diyaaradaha lagu jecel yahay dhanka duulimaadka dibadda marka laga ama baxay gudaha dalka Soomaaliya waana diyaarad ku shaqeysa hanaanka diyaaradaha caalamiga ay ku shaqeeyaan Abdulaziz Abdullahi Maxamed Abdulaziz Riil Somali Cable magaalada Muqdisho